بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول في هذا الفيديو أبراج البحار، وهي أحد البحوث المقدمة من قبل الصف الخامس معماري في مادة عمارة عربية معاصرة. تقع أبراج البحار في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، وهو عبارة عن برجين بارتفاع 147 مترا. يضم أحد البرجين مجلس أبو ظبي للاستثمار، والبرج الآخر يعمل كمكتب رئيسي لمصرف الهلال وهو بنك إسلامي. وقد تم تغطية السطح بهيكل واقي مكون من 2000 مظلة شمسية تفتح وتغلق تلقائيا وفقا لشدة أشعة الشمس. تم اختيار إنداس ستوديو لتصميم المقر الجديد لمجلس أبو ظبي للاستثمار بعد منافسة دولية على الهيئة. يتسع برجاء المكتب المكونان من 25 طابقا لما يتراوح بين 1000 و1100 موظف في كل منهما. إن مفهوم التصميم مناسب ثقافيا وبيئيا ولبي أهداف خطة التنمية لعام 2030 في أبو ظبي، وقد تم نشرها مؤخرا. قد فاز بالمركز الثاني في جائزة إمبوريس سكاي سكوبر للهندسة المعمارية الشاهقة سنة 2012، وحصل على التصنيف الفضي في الطاقة والتصميم البيئي ليد. هاي معلومات عن البرجين، برجاء البحار، حيث كانت بارتفاع 147 مترا، والروف هايت 145.1 متر، التوب فلور هايت هي 120 متر، وعدد الطوابق 27، اللاند اريا مساحة الارض 100 متر مربع، والفلور اريا 56,000 متر مربع. الفيكيد ريسبونسيف الحساسة للطاقة وأشعة الشمس، واللوكيشن في أبو ظبي. بني في 2009، وكان يعني من 2009 إلى 2012، وصمم بال 2008، والفاوندر هو كونسل انفستمنت أبو ظبي. فإذا نشوف هذا الموقع ومجاوراته. تقع أبراج البحار مكونة من 25 طابقا عند المدخل الشرقي لتقاطع شارعي السعادة والسلام في مدينة أبو ظبي. يمكن أن يصل الزئبق إلى 120 درجة فهرنهايت في الصيف في أكبر مدينة وعاصمة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك ابتكرت شركة أنداس أركيتكت بالتعاون مع أيروب إنجينيرز واجهة لا تصدق تحترم العمارة والتصميم العربي التقليدي. تشمل الأنماط الهندسية التي تتكون من الشاشة العملاقة أكثر من 1000 عنصر متحرك تتقلص وتتوسع طوال اليوم اعتمادا على موقع الشمس على غرار معهد العالم العربي الذي صممه جان نوفيل في باريس. نشوفه هسه هذا السايت بلان، وهذا موقع أبراج البحار. الفكرة التصميمية لهذه الأبراج: يعتمد مفهوم التصميم على الانصهار بين الإلهام الحيوي والعمارة الإقليمية والتكنولوجيا المستندة إلى الإداء. يتم استخدام الدوائر والمدارات لتعكس مفهوم التوحيد ووحدة الوحدة في الطبيعة. يتم التصميم من سياقه مع الأخذ بالاعتبار البيئة التقليدية والتقليد والتكنولوجيا التي تفسر هذه الرسومات الأولية. دمج هذه العناصر. السمة المميزة للأبراج هي بشرتها الواقية المكونة من 2000 عنصر زجاجي يشبه المظلة، يتم فتحها وغلقها تلقائيا اعتمادا على شدة ضوء الشمس، وهي مستوحاة من المشربية. شاشات شبكية خشبية ذات تصميم هندسي تم استخدامها لملء نوافذ العمارة العربية التقليدية منذ القرن الرابع عشر. الواجهة الذكية لأبراج البحار يتم التحكم فيها ديناميكيا من خلال نظام إدارة المباني. تساعد الظلال القابلة للتعديل على تقليل مكاسب الحرارة الداخلية الناتجة عن ضوء الشمس بحوالي 50%. فهاي هي أشكال المشربيات التي تم استخدامها في القشرة الخارجية. كانت أيداس حريصة على استكشاف إمكانيات الجمع بين حل المعاصر للفلسفة التقليدية لتبريد المباني من خلال فحص المباني والتضليل. تكمن ميزة هذا النهج في تجنب الزجاج الملون الداكن الذي يقيد حدما الضوء الوارد طوال الوقت بدلا من مجرد أشعة الشمس المباشرة الإشكالية في أوقات معينة من اليوم. بدلا من ذلك تسمح هذه الظلال الديناميكية بدخول ضوء النهار
لجزء من اليوم، مما يسمح باستخدام الإضاءة الاصطناعية وتكييف الهواء في الداخل، يمكن تقليله بشكل كبير. يعلق براين هاملتون رئيس شركة ايداس قائلا: يمثل هذا المشروع الزواج المثالي بين التكنولوجيا والتصميم. لاحظوا هسه هاي القشرة الخارجية اللي تغلف أبراج البحار. هذه سكتشات يدوية، هذه التورات، وهذه الأشكال النجمية التي تفتح وتغلق على الواجهة. هسه وصف المشروع: تعتمد مباني الشرنقة على شكل هندسي سابق الترشيد، يتم ضبطه بدقة باستخدام أدوات تصميم بارامترية لتحقيق النسبة السطحية المثلى بين الجدران والأرضية. تم تحسين الشكل العام للأبراج لتكمل نظام التظليل. بدأ التصميم على شكل اسطوانتين بسيطتين على مخطط أرضي دائري، مما يوفر الشكل الأكثر كفاءة من حيث المساحة من الأرض إلى الأرض، وخلق أكبر حجم من المساحة على أصغر مساحة سطح. بالإضافة إلى ذلك، تتم صياغة مخطط الأرضية الدائري استنادا إلى مجموعة من الدوائر الهندسية لتقليل التعرض لأشعة الشمس، مما يتيح اتجاها طبيعيا. ثم نحت شكل الأبراج حول قلب وأضيق في قاعدته والجزء العلوي، وأوسع حول الطوابق المتوسطة. لاحظوا هنا صور مقربة توضح القشرة الخارجية لأبراج البحار. هسه نشوف الإنهاءات الخارجية. نص الموجز على أن المبنى يجب أن يستخدم مواد عالية الجودة والتشطيبات والسمات المعمارية، وأن يكون له مظهر خارجي يجعله معلما بارزا في منطقة الخليج. كانت المتطلبات العامة الأخرى الوحيدة هي أن المبنى يجب أن يساهم ويتكامل مع البيئة الحضرية المحيطة، مع كونه متميزا وحديثا. واستجابة لرؤية 2030، توقع المجلس أيضا أن يأخذ التصميم في الاعتبار التراث المعماري لدولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي على وجه الخصوص. الطقس القادم في أبوظبي يعني بيها أشعة شديدة أشعة شديدة ودرجات حرارة الثابتة فوق 1000 درجة فهرنهايت، مع صفر احتمال هطول الأمطار. في مثل هذه الظروف المناخية القاسية، حتى المهندسين المعماريون الذين يدرجون التصميم البيئي كأولوية قصوى لديهم معركة صعبة ليواجهوها. فالحرارة الشديدة والوهج يمكن أن يجعل البيئة الداخلية المريحة مستحيلة نسبيا إذا لم يتم معالجتها بشكل صحيح. بالنسبة للأبراج في أبوظبي، صمم أيداس أركيتكتس واجهة مستجيبة تأخذ الإشارات الثقافية من المشربية، وهو جهاز تظليل شبكي إسلامي تقليدي. وتم الانتهاء من نظام تظليل المشربية للأبراج بطول 145 في يونيو 2012 من قبل فريق التصميم الحسابي في أيداس، باستخدام وصف معلمي لهندسة لوحات الواجهات المشغلة. تمكن الفريق من محاكاة عملها استجابة للتعرض لأشعة الشمس وتغيير زوايا الورود خلال الأيام المختلفة من العام. الإضاءة: سمحت قدرة الظل على تصفية الضوء للمهندسين المعماريين بأن يكونوا أكثر انتقائية في تشطيب الزجاج. تسمح لنا الشاشة باستخدام زجاج ملون بشكل طبيعي، والذي يسمح بدخول مزيد من الضوء حتى تحصل على مشاهد أفضل وتحتاج إلى إضاءة اصطناعية بشكل أقل. أضاف أوبورن أنها تستخدم تقنية قديمة بطريقة حديثة، والتي تستجيب أيضا لطموح الإمارة للقيام بدور قيادي في مجال الاستدامة. لاحظوا التصميم الداخلي داخل الأبراج: طعمت الأرضيات بالمرمر، والسقوف الثانوية بسقوف تشبه المشربيات في الخارج، واللون الأبيض طاغي على مساحات الأوفيس الموجودة الداخلية. لاحظوا هنا هاي قاعة، أيضا اللون الأبيض هو الطاغي، والسبوتات تزيد إضاءة القاعة. الاستدامة:
تشير التقديرات إلى أن هذه الشاشة ستقلل من مكاسب الطاقة الشمسية بأكثر من 50%، وتقلل من حاجة المبنى إلى تكييف هواء يستنزف الطاقة. بالنسبة للهندسة المستدامة للمشروع، تم منح الأبراج جائزة ابتكار المباني الشاهقة لعام 2012 من قبل مجلس المباني الشاهقة والمؤل الحضري، حيث يتم التحكم بالواجهات بواسطة الكمبيوتر للاستجابة للظروف الشمسية والضوء الأمثل. زين، فهو يرسخ هذا القشر الخارجي، يرسخ جذور المبنى في سياقه الثقافي. لاحظوا أثناء التنفيذ هاي الرسومات المعمارية للبرج، وهنا انتهاء، بحيث أنه فقط الواجهات المواجهة لأشعة الشمس بها قشر خارجي، والثانية ليس بها قشر وإنما زجاجية. هذا المنظور المقدم من قبل الشركة المعمارية. سولار بانلز، تعمل شاشة التظليل الرائدة للأبراج التي يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر كجدار ساتر على بعد مترين من الواجهة الخارجية للمباني في إطار مستقل. كل مثلث مغطى بألياف زجاجية مثقبة ومبرمجة للاستجابة لحركة الشمس لتقليل الكسب والتوجه الشمسي والتوهج الشمسي. تشير التقديرات إلى أن الشاشة تقلل من مكاسب الطاقة بأكثر من النصف، وتقلل من استخدام أجهزة تكييف الهواء، كما أن قدرتها على تصفية الضوء سمحت للمهندسين بأن يكونوا أكثر انتقائية في اختياراتهم للزجاج، فسمح لنا باستخدام نوع أكثر طبيعية من الزجاج الملون، والذي يسمح بمزيد من الضوء في الداخل ويقلل من الحاجة إلى الإضاءة الاصطناعية. تعلق بيتر أوبورن من أيداس أنها طريقة لاستخدام تقنية قديمة بطريقة حديثة تستجيب لطموح الإمارة في تولي دور رائد في مجال الاستدامة. تتكون كل واحدة من سلسلة من لوحات الـ PTFE الممتدة اللي يسموها بوليتر أفلورو أثيلين، ويتم تشغيلها بواسطة وحدة خطية تفتح وتغلق تدريجيا مرة واحدة كل يوم استجابة لتسلسل مبرمج مسبقا تم حسابه لتجنب أشعة الشمس المباشرة من اللحظة التي تصطدم فيها بالواجهة، للحد من مكاسب الطاقة الشمسية المباشرة بحد أقصى 400 واط لكل متر خطي. التثبيت بأكمله محمي بمجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار التي تفتح الوحدات في حال تغير الظروف. على سبيل المثال، إذا كان الجو غائما أو كانت هناك رياح قوية، آثار هذا النظام عالمية، فهو يقلل من الوهج ويحسن اختراق ضوء النهار، ويقلل من الاعتماد على الإضاءة الاصطناعية، ويقلل من مكاسب الطاقة بأكثر من النصف، وهو ما يعني انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1750 طنا سنويا. تتضمن الأنماط الهندسية التي تتكون منها هذه الشاشة العملاقة أكثر من 1000 عنصر متحرك تتوسع وتتقلص طوال اليوم اعتمادا على موقع الشمس. لاحظوا هالسهاية الواجهات. أيضا بالنسبة بالليل، تعمل مثل المشربية، وهي بجلد ثاني يرشح الضوء ويقلل الوهج. زين، فبالصباح في الشرق تبدأ المشربية عبر طول هذا الجانب من المبنى في الإغلاق، وعندما تتحرك الشمس يتحرك الشريط العمودي بالكامل في المشربية. الخلايا الضوئية، تحتوي الأسطح المواجهة للجنوب لكل برج على خلايا ضوئية، والتي تولد ما يقرب من 5% من إجمالي الطاقة المطلوبة من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تستخدم لتسخين المياه. كانت الأبراج من الأوائل المباني في الخليج التي حصلت على التصنيف الفضي من ليد، وهي أحد معايير الاستدامة. نشوف الهيكل الإنشائي. نشوف الحرارة الشديدة في أبو ظبي تجعل الظل والتكييف عنصرين من أهم العناصر في أي بناء جديد، ونتيجة لذلك لا مفر منه، وكذلك استهلاك الطاقة تقليديا. استخدمت المباني في الشرق الأوسط تقنية تسمى المشربية، تتكون من ألواح شبكية خشبية معقدة تقلل من حرارة الشمس. نشوف بالصفحات التالية مراحل الإنشاء وصور للقشرة الخارجية للمبنى في مراحل الإنشاء. لاحظوا هاي أثناء التنفيذ،
كيف أنه بدأت الشركة تنفذها ووصلت إلى الغطاء. هذا الغطاء يبتعد عن المبنى حوالي مترين عن الواجهات الزجاجية. لاحظوا هاي الدراسات الأولية للشركة المنفذة، ولاحظوا السطح أيضا، السطح محاط بهيكل من القشرة الخارجية. هذا السايت بلان. نشوف الفعاليات اللي بداخل البرجين. عندنا الطابق السفلي والأرضي والأول هو بنك، والمنطقة 3 مرافق خاصة في الجزء العلوي من المبنى للإدارة العامة وكبار الشخصيات. البنك من يتألف بالطابق السفلي والطابق الأرضي والميزانين. أوكي، وأكو موجودة قاعة، وقاعة متعددة الاستخدامات والموارد البشرية. أما مكاتب الإدارة العليا للبنك هو بالطابق الرابع. لاحظ هسه الجراوند فلور بلان، الدخول إلها والاستعلامات والويتينج والأبراج المصاعد. بالطابق الأرضي هذا الزونينج، الأصفر هي مكاتب إدارية، البنفسجي هي خدمة، الأخضر هي الحركة العمودية، والرصاصي هو المدخل. الفيرست فلور بلان أيضا المصاعد بقت باللون البنفسجي، والرصاصي هي المداخل. زين، وأكو أكو يعني جسر يربط بين البرجين. بالنسبة للفيرست فلور بلان، الأصفر هو مكاتب إدارية مغلقة، البنفسجي هي خدمة، الأخضر هي الحركة العمودية، الأزرق هي قاعة متعددة الاستخدامات، البنفسجي الفاتح كافيتيريا، والمطعم الأزرق، والاستراحة هو الرصاصي. سكند فلور بلان نشوف الزونينج مالته، الأصفر هي مكاتب إدارية مغلقة، البنفسجي هي خدمة، الأخضر هي الحركة العمودية، البني هو مكاتب إدارية مفتوحة، والأحمر هو غرف اجتماعات، والأزرق الفاتح هي الإدارة، والرصاصي هو الأرشيف. نجي على التبيكال واللي هو متكرر إلى 25 طابق. الزونينج مالته الأصفر مكاتب إدارية مغلقة، البنفسجي هي خدمة، الأخضر هي الحركة العمودية، البني هي مكاتب إدارية مفتوحة، والأحمر غرفة اجتماعات، والأزرق هو الإدارة، والرصاصي هو الأرشيف. هاي الـ 3D بلان واللي تم تنفيذه من قبل شركة المصممة. نشوف السكاشن مالتها، فقط بالطوابق السفلى هي تشتغل عندنا البنك، وبالطوابق الفوق الأوفيس بيلدينج. هاي الإليفيشن وهاي السكيتشات الأولية للمشربية. جعل الطابق العلوي حدائق على طول الواجهة الجنوبية، هناك حدائق داخلية في الهواء الطلق، وكذلك الظل تساعد على تخفيف آثار التعرض لأشعة الشمس. توفر هاي المناطق أيضا خدمة للعمال الذين يستخدمون المساحات للاجتماعات والاستراحات. تحتوي الأبراج على 9 مصاعد ترتفع 5 أمتار في الثانية السرعة مالتها. المنصة، المنصة مجموعة واسعة من المرافق المشتركة بما في ذلك غرفة للصلاة والمطاعم وقاعة المحاضرات، والسماح بوصول متميز لمختلف فئات المستخدمين بما في ذلك أفراد الجمهور والموظفين والأشخاص المهمين الذين يمكنهم استخدام مدخل منفصل من الحديقة على السطح العلوي. هناك مستويان لوقوف السيارات تحت الأرض بسعة 80 مركبة، ومنطقة ميزانين مدمجة في المنصة كمنطقة اجتماعات للأفراد. في الطابق العلوي على ارتفاع 120 مترا توجد منصة مراقبة مفتوحة للجمهور. هاي واجهات مختلفة للأبراج أثناء استخدامها وإشغالها. هاي منطقة المدخل، وهذا منظور من الأسفل. نشوف هسه عملنا نتائج استبيان لهذا المشروع. هل برأيكم فكرة المشروع لها أصول تراثية؟ نعم 70% و30 ربما. هل نجح المصمم في إيصال الفكرة للمتلقي علما أنها مستوحاة من عنصر المشربية؟ نعم 60 ولا 10 وربما 30%. هل الكسوة الخارجية للمبنى عززت من الفكرة التصميمية؟ 70 نعم و30 ربما. هل الكسوة الخارجية جاءت لأغراض وظيفية؟ نعم 90% وربما 10%. هل استخدم المصمم تقنية جديدة في الواجهة سواء كانت جمالية أو بيئية؟ طبعا نعم 80% وربما 20%.
هل التقنية المستخدمة في الواجهات كانت ناجحة؟ طبعا نعم 70% وربما 30%. هل ممكن أن تطبق مثل هذه الواجهات في العراق؟ نعم 20%، لا 10%، وربما 70%. هل التقنية الجديدة للكسوة الخارجية أتت نتيجة الطقس الحراري الحار في أبو ظبي؟ نعم طبعا بنسبة 90% وربما بنسبة 10%. هل أضاف المشروع جمالية للمشهد الحضري؟ نعم 80% وربما 20%. هل كان المصمم موفقا في اختيار هكذا مشروع؟ نعم 60% وربما 40%. هل حقق المصمم الاستدامة في المبنى؟ نعم ب60 ولا 10% وربما 30%. هل برأيك أن التصميم الداخلي كان موفقا؟ نعم بنسبة 70% وربما بنسبة 30%. هل كان المصمم موفقا في اختيار القشرة الخارجية بيئيا؟ نعم 90% ولا 10%. هل برأيك أن التصميم الداخلي له تأثير على جذب المستثمر ورجال الأعمال؟ نعم 40% وربما 60. فالنسبة المئوية نلاحظ أنه نعم هي 67% وثمانية بالعشرة، لا هو 8 2 عدد صحيح وثمانية، وربما 29%. نتمنى أن نكون قد وصلنا إلى فد فكرة عن هذه الأبراج. شكرا جزيلا وإلى لقاء قادم.